واشوف انا هعوض ازاي خساره واحده من الخسائر اللي خسرتها من يوم ما اتجوزت الجوازه الهباب. الدنيا علمتني ان ليها وشين، وش بينفع ووش بيضر، زي السم. السم ممكن يموت، ونفس السم بياخدوا منه دواء عشان يعالجوا المريض. النار ليها فوايد كتير قوي، في نفس الوقت ممكن تولع بلد والعياذ بالله. يعني النار اللي على الحجر دي ممكن النار دي تكيفني وتعمل لي دماغي، في نفس الوقت الفحم اللي على الحجر ده ممكن يلسعني ويعكنني. البني ادم الذكي لما اديله فرصته يبوسها وش وظهر وما يرفصهاش برجليه. والله يا معلم انت كلامك كله حكم، بس انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. اخواتك. اخواتي مين؟ بشلة وكرموز. الله، هو بشلة وكرموز بقى اخواتي؟ دي عيال رمة تستاهل الحرب. انت ليه مش عايزنا نبقى اهل ونخلي المراكب سايره؟ يا معلم انت لو فتوى بحق وحقيقي سيب العيال دي تتربى. الفتوى اللي يقف مع الصح مش مع الغلط، وانا اتربيت ان انا اقول كلمه الحق ولو على رقبتي. طب وافرض الحق ده بقى يضرني انا شخصيا، يرضيك ضرري؟ والله لو هيضر امي انا هقول. عايز افهم بس انت ليه بتخسر الجنه عشان خاطر تفاحيه؟ ما الجنه مش هتيجي لما اشهد شهاده زور. وبعدين يا معلم مش يمكن التفاحه تبقى هي الجنه وانت اللي مش واخد بالك. خلي بالك يا عبد الله، انا اللي بيزعلني بيخسر كتير قوي. بالله على السلامه. الله يسلمك. اتفضلي. طيب اطلع بقى اتعشى معانا. معلش عشان اروح اتعشى مع اخواتي البنات. ايه ده اخواتك البنات؟ اما انا عندي فاديه وناديه من دورك كده. فاديه وناديه؟ تحس ان هم فوازير. لا بس اساميهم حلوه قوي. هبعرفك عليهم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب. امين يا رب. طيب طب اطلع اشرب حاجه واطمن على صاحبك اللي راقد ده، ان شاء الله حتى لو 10 دقايق، ده حتى زياره المريض صدقه. هي صدقه؟ طيب يعني هتشربيني شاي؟ يا سلام. بس كده احلى كوبايه شاي. يعني شاي وصدقه. ايوه. مصلحه. أيوة. طيب اتفضل. اتفضلي انت. طيب لا اتفضلي. لا اتفضلي والله. اتفضلي. يعني يابا عظمي يا عبد الله، عظمي متدغدغ. الف سلام عليك يا ابو علي، شده وتزول كده. لا ومش كده وبس، ده انا سخن. لا والله. والله بس حاسلك لسه. يا ابني انت متقلق. يبقى كده هموت بقى. اسم الله عليك يا حبيبي ما تقولش كده. هموت ياما، ما هو سخن وبعدين بارد يبقى هموت. لا يا عم منورنا يا عبد الله. والله العظيم البيت نور. الله يبارك لك. لولا عبد الله ياما كان زماني مخطوفه دلوقتي. ليه يا حبيبتي؟ بعد الشر. شويه عيال مقاطيع كانوا بيرخموا عليا. لولا عبد الله بقى الله يبارك له جالي في الوقت المناسب، ما كانوش سابوني. لا ما هو عبد الله ده ياما ما اقولكيش الرجوله كلها والجدعنه. والله يا جماعه انتوا عمالين تمدحوا فيا، يعني اي حد مكاني كان هيعمل اكتر من كده، وانا بصراحه انا وسطكم حاسس ان انا يعني مع اهلي بالظبط. من القلب للقلب يا ابني. الله يخليك يا ابني. والله القلوب عند بعضها يا عبد الله. ما تبقى تجيب اهلك بقى وتيجوا نتعرف كلنا على بعض زي ما قلت لي. اهو دي حلوه دي يا عبد الله، ما تجيبهم صحيح وهو يبقى يعني زيتنا في دقيقنا. ان شاء الله قريب باذن الله اجيبهم يتعرفوا عليكم وان شاء الله هتحبوه. اكيد هنحبوه. انتوا اصلكوا ناس طيبين ولاد اصول. طب ايه مش هتشرب الشاي بقى يا عبد الله؟ طب ما انت بقيت زي القرد اهو. لا دي حلاوه روح. سكرك ايه؟ and have the chance to touch your face. I was lost into love, but you showed me the way. Now I call you my own. Things will never be the same. How could I know? أنا حاسة إني في حلم ومش عايزة أصحى منه أبدا. أنت لسه شفتي حاجة؟ لا يا حاتم، أنا بتكلم جد، أنا مبسوطة قوي. عارف لو ده آخر يوم في عمري مش هبقى عايزة أي حاجة تانية. يا سلام، ما أنت بتعرفي تقولي كلام حلو أهو. بمناسبة الكلام الحلو، أنا عندي ليكي خبر، نص حلو ونص وحش. طب ما تقول، أنت سكت ليه؟ هاتي بوسة الأول. بطل غلاسة بقى، قولي الخبر الحلو الأول. خالي كلمني وبيقول لي إن هايدي أحمد ذو الفقار فازت بأحسن تصميم في المهرجان العالمي لتصميم الأساس في دبي. أنا؟ إزاي؟ إزاي إيه؟ أنت بتستقلي بنفسك؟ مبروك. الله يبارك فيك. أنا بنجح عشان أنا معاك بس. أمال إيه الخبر الوحش؟ الخبر الوحش إن الشركة كلمتني وبيقولوا إنهم عايزين يحتفلوا بيكي بكرة. لا مش هروح، خلينا هنا ومش مهمة أي حاجة تانية. مش أنت سبت شغلك عشاني؟ ما ينفعش، شغلك ونجاحك أهم عندي من أي حاجة في الدنيا. حاضر. لا مؤاخذة يا ام عبد الله، الزبون بس عايز يتفرج على الشقة. في ايه يا ابو ياسر؟ ما يصحش كده يا اخوي، انت راجل وبتفهم في الاصول والبيوت ليها حرم. في يا معلم؟ في ان انا اديتك مهلة وانت ما ردتش عليا والمهلة خلصت. طب اعمل ايه؟ طب ما انا قلب الدنيا ومش لاقي شقة. طب يا عبد الله نبه على الحريم عشان نخش الاوض. يلا يا باشا يلا. ايه؟ انت حصل حاجة في دماغك؟ ايه يا عبد الله لما تقول لواحد قد ابوك كلمه زي دي؟ انا بقى بفهم في الاصول، ما يدخلش ناس على حريم من غير استئذان. نعم يا حبيبي، استاذن وانا في شقتي؟ لا مش شقتك يا اخويا، طول ما انا قاعد فيها مش شقتك. خش ياما جوه، خش ياما جوه. عموما انا هسيبك دلوقتي عشان ما نعملش مشكله، انما يكون في معلومك الزبون هيمضي عقد الشقه من هنا هتخرجوا من هنا. طب انت تعب نفسك ليه؟ بقول لك يا باشا الشقه دي مليانه عفاريت ومعفرطانه، ده انا صارف فلوسي كلها على الدخول. يلا يا باشا خد يا باشا. والله يا عفرتك، لا يا عفرتك، مش عارف الاقيها منين ولا منين. الراجل صاحب الشقه علّى عليها الايجار، وغير كده داخل علينا بزبون، والمعلم سلطان بيضغط عليا عشان اشهد شهاده زور عشان رجالته تخرج براء. اعمل ايه يا حسن؟ اعمل ايه؟ انا اقول لك يا صاحبي تعمل ايه؟ صلي على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. بالنسبة لموضوع الشقة ده سهل، أمره سهل وربك يحلها. لكن موضوع الشهادة بقى لا، مش سهل. قول اللي يمليه عليك ضميرك، اشهد بحق ربنا يا عبد الله عشان يقف معاك، وأنا هاجي معاك النيابة يوميها. وصدقني اللي سانده ربنا ما بيقعش. يا رب. على فكرة يا أبو عمير أنت بليت لبالي سودا بالواد الجديد اللي أنت جبته. الله 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 الله، ايه يا معلم؟ طب انا كان مالي انا بالليله السوداء دي؟ ده حيالله يعني بلدياتي وانا ابن عمته. حيالله بلدياتك وابن عمته؟ خلاص اقعد معاه واقنعه، مال دماغه. بص يا معلم، اصل يا معلم انا. طب وطي صوتك ليه كده يالا؟ مش عارف يا معلم، ما اصل انا خدت جنب بالواد ده عشان الواد ده عامل لي مشاكل، وانت عارفني ان انا بتاع مصلحتي وشعاري مصلحتك اولا. عشان انت بقى بتاع مصلحتك اقعد معاه. دي سايق خد بقولك، لما تديه والسايس وانت قريب وابن عمتك هتميل دماغه عشان مصلحتك. طب وانت موطي صوتك ليه يا معلم؟ انا موطي صوتي انا خايف من مين عشان اوطي صوت؟ واطلع على من هنا. سلام يا معلم. هتوطي صوتك ايه؟ عبد الله، انت قلت انك تعرف اللي تهجموا على المجني عليها وتعدوا عليك، ده واحد منهم؟ ايوه يا باشا، ده واحد منهم، وفي واحد تاني اسمه بشلة في المستشفى. انا بعترض سعادتك. طب وانت ازاي قدرت تحدد ملامحهم رغم انك قلت قبل كده انك انت شفتهم في الضلمه؟ شوف يا اخينا انت، مفيش اي داعي للتشكيك والتلاعب بالالفاظ، لان شهاده المجني عليها بتاكد نفس الكلام اللي قاله عبد الله، والمؤكد اكتر ان الدنيا ما كانتش ضلمه بالصوره اللي تخليهم ما يقدروش يتعرفوا على الجناه وهم بيطاردوهم. تقصد ايه يعني؟ اقصد اقول ان زي المجني عليها معرفه الطريق اللي يوصلها لتوك توك عبد الله، فعبد الله هو كمان قدر يعرف المتهمين كويس قوي، وخصوصا وانه على معرفه كافيه بيهم بحكم شغله في الموقف. عبد الله، ايه يا باشا؟ عندك كلام تاني عايز تقوله؟ ده يا باشا. طب تعالى وقع هنا. ها. مؤاخذة يا باشا، لا مؤاخذة. يا صاحبي عملت ايه؟ الحمد لله انا كده ريحت ضميري. اللهم لك الحمد. بص، اهم حاجه انك قلت الحقيقه قدام ربنا. امال ايه يا عم؟ بس اللي زينا صاحبي لو ما عملش كده ما يعرفش ينام بالليل على المخده. ما انا خفت ما انامش على المخده، انام عندهم هنا. اهلا اهلا يا متر، ايه الاخبار؟ 15 يوم مع مراعاه التجديد، بس لسه يا معلم دي مش اخر الطريق. القضية كده رايحة المحكمة، ولازم عبد الله يغير شهادته عشان أعرف أشكك فيها. وما شككتش هناك ليه؟ جاي تشكك لي هنا في الموقف يا متر؟ يا معلم دي قوانين ولوائح، أنا مش لاقي ثغرة أعرف أدخل منها. أنا حاولت أدخل من حتة كده وأشكك في شهادة عبد الله، بس وكيل النيابة كان هيعمل عليا حفلة جوه. الله يخرب بيتهم وبيت اليوم الأسود اللي أنا شغلتهم معايا فيه. معلش يا معلم، ما هم رجالتك برضه. ما عشان خاطر رجالتي لازم أقف جنبهم، وإلا هياكلوا وشي. أعمل إيه؟ بس همتك معايا يا متر. ماشي يا معلم حاضر، وهمتك أنت كمان، الحقني ب 500. 500 ليه؟ مراتي شكلها بتتوحم جديد ونفسها في كفتة على السيخ. ماشي يا متر، عينيا، قوم بالسلامة إن شاء الله. اتفضل يا سيدي، 50 أهي هتلاقي ربع كفتة عشان بتوحم بس. سلام. ناخد نفس كمان مرة كده؟ بس تمام أوي. طمنا يا دكتور حسام، الحالة الحمد لله استقرت؟ لا الحمد لله، أحسن من الأول. يعني أزمة وعدت على خير. الحمد لله. كل ده بقى يا سعاد هانم عشان حضرتك بتهملي في العلاج. زهقت يا دكتور، والرقدة دي لوحدها هتموت. ما هو ده برضه ما يديكيش الحق إنك تطرد الممرضة، دي قاعدة هنا عشان خدمتك. قول لها يا دكتور حسام، دي طاردة لحد دلوقتي 6 ممرضات. كام؟ 6 بقول لك. انت خفيتي وافتريتي ولا ايه يا سعاد هانم؟ يا ريت يا دكتور. لا طيب ولا يهمك. على العموم انا هبعت لكم 2 ممرضات من المستشفى عندي يقعدوا معاها ويخلي بالهم عليها، ها؟ يعني 2 عايزه تطردي واحده، الثانيه تستحي يعني، ها؟ كتر خيرك يا دكتور، انا تعبك معايا دايما. لا ما تقوليش كده خالص. احنا اهم حاجه عندنا سلامتك وصحتك، بس خلي بالك على نفسك بقى، ها؟ حاضر. يلا انا همشي. شكرا دكتور. اي وقت انا في المستشفى. اتفضل. السلام عليكم. متشكره يا دكتور. انا هطلب هايدي بقى عشان اطمنها. لا يا حبيبي بلاش هايدي، ما تعكننش عليه وفرحته. انا عارفه يا حبيبي ان انا تعبك معايا. لا ما تقوليش كده، من يوم ما اتجوزتني وشايل همي انا وبنتي. حبيبتي طب ممكن ما تتكلميش بقى عشان ما تتعبيش؟ وبعدين تشكريني على ايه بس؟ تشكريني على ايه؟ يعني لو مكانك مش هتعملي معايا كده؟ ربنا يخليك ليا، انت ما تعرفش غلاوتك عندي شكلها. ولا انت كمان يا ماما، ولا انت كمان، ربنا ما يحرمني منك ابدا. حضرتك بتنهج كده ليه يا سكرين؟ هبطل. ماله هبطل؟ الدكتور بتاعه ولع يا خالتي. يا نهار اسود، هو فين دلوقتي؟ ما وقفوه. حسن بيتعارك مع رجاله سلطان وانا ما قدرتش عليه يا خالتي. خدني ليه؟ خدني ليه يا اسطى؟ يا اما انا جايه معاك. استنوني استنوني. يا عبد الله ما انت هتصدق ام الضربه اهو. يلا بينا امشي يلا امشي يا ابني. انت بتعمل في نفسك وميلك كده. لا بقول لك امشي يلا يا عبد الله انا معانا. خد امي وامشي يا سكينين. امشي انا مالي. تعالوا يلا يا ابني يلا 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 يا عبد الله. انت هتضربنا يا عبد الله. هات سلاحك. نزل السلاح يا كبير. سلاح. نزل السلاح اكراما للكبير. وانت يا عبد الله دي مالك؟ ايه بتدي الاتير بتمشي في جنازته بتصدقهم يا ولاعه في التوك توك اللي باكل عليه عيش؟ وانا احرق توك توك ليه؟ عشان ما شهدتش على رجالتك. وانا لما احب اذيك احرق لك توك توك. لعلمك بقى انا مش هغير شهادتي في المحكمه وان شاء الله هياخدوا عدام. ده ناخد فيها راحه. ولا لم نفسك وكفايه اللي حاصل. اخلص هلا. ما المعلم سلطان يقول اخرس اخرس. لم السلاح ورجالتك واقعد في جحرك انت اهو. يلا يلا. حاضر يا معلم. يلا يا رجاله. يعني الواد ده اللي بيحترمك. امشي هادي انت اهو. يلا يا رجاله. عبد الله. معلش معلش انتوا ما مشيتوش ليه؟ انا اسفين يا ابني. احب على رجلك يا ابني. وانت يا عبد الله خد اهل بيتك وتوكل على الله، ولما تهدى يا ابن الناس لينا مع بعض كلام تاني. فاهم ولا مش فاهم؟ قول له ماشي قول له ماشي. احب على رجلك يا. وانت يا استاذه خدي اخوكي وتوكلي على الله. يلا يلا يلا. لما اعصابه تهدى. يلا يلا يا ابطال باشا انا اعصابك تعبان. يلا يا ابطال حقك عليا. يلا يلا من هنا. معلش يلا انا حاضر. وانتوا يلا كلكم توكلوا على الله من هنا. يلا. على الطلاب الثلاثة، على الطلاب الثلاثة، انتوا شوية أغبياء، أنا أصلح من ناحية، تبوظوها من ناحية تانية، أنا قلت لك أنت هو، احرقوا توك توك. ما احنا مش هينفع نقف نتفرج يا معلم، وإخواتنا هيتحبسوا بسبب عيل هاتية زي ده. اخرس هادي أنت بالذات، وعايزك تنكشح من الموقف وتعالج وشك أنا تاني. يا معلم بس الحوار أصلاً مش انجرد من هنا، مش عاوز رغي كتير. حاضر يا معلم، أختفي. جراد وراه. حاجة تهرب. وبعدين يا سلطان هتحلها ازاي دي؟ مش عارف اعمل ايه ولا اقول للمعلم صابر ايه. ما عرفتش اصون الامانه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله في ايه يا عم عبد الله؟ ما تصلي على النبي كده وقول عسى السلام. وانت كان في ايدك حاجه يعني وما عملتهاش. اهدى بقى يا عبد الله، ان شاء الله ربنا يحلها من عنده يا اخويا. ده ربنا يا ولاد، ما حدش يملك يرده. الحمد لله انها جت على قد كده. الحمد لله يا ضنايا انها ما جتش فيك. يا ريتها كانت جت فيا. يا ريتها كانت جت فيا وارتحت وريحتكم معايا. بعد الشر عليك يا عبد الله، في ايه؟ انا عمري ما شفتك كده. انا تعبت مش عارف انا اعمل ايه. هناكل منين ولا ادفع اقساط التوك توك منين؟ اعمل ايه يعني؟ أنا مش عارف أقول لك يا معلم بصراحة يعني. أنا مش جاي أتكلم في التوك توك، اللي حصل حصل وكله مقدر ومكتوب. أهم شيء أنت كويس؟ أنا الحمد لله. طيب الحمد لله. طيب مزعل نفسك كده ليه يا أخي فاداك 100 توك توك. الله يكرمك يا معلم، أنا بس كنت طالب منك طلب. أؤمن. يعني كنت عايز أقسط حقه على دفعات وربنا يعيننا على السداد. اخص عليك يا عبد الله. حد قال لك يا ابني إن المعلم صابر بيقبل العوض؟ ده العوض كان ناسي يا ابني. اللهم صل على النبي. الله يعوض عليك يا رب. الله يعوض عليك ويكرمك يا رب. طب بقول لك يا معلم صابر، ما تكمل جميلك كده يعني وتدي لعبد الله توك توك تاني ياكل منه عيش بدل اللي ولع. حسن خبطتين في الراس بتوجع، واديك شايف عبد الله ما بقالوش كتير في الموقف، وشوف عمل مشاكل قد ايه وعدى ناس قد ايه. المعلم صابر عنده حق، هو مالوش ذنب في كل مشاكل اللي انا فيها، وكفايه اللي حصل لحد كده. عموما كويس ان انا اطمنت عليك، واستاذن انا بقى عشان خاطر عندي مشاوير تانية. الله يكرمك. السلام عليكم. يا عبد الله انت وحشتني قوي، يا رب انا نفسي اشوفه حتى لو مره واحده، حتى لو من بعيد، او حتى اسمع صوته، لكن للاسف غير رقمه. يا ترى انت نسيتني يا عبد الله ولا لسه فاكرني؟ انا عارفه ان انا كسرت قلبك وصدمتك فيا وسبتك واتجوزت شوقي، بس والله العظيم كان غصب عني، الظروف كانت أقوى مننا، لو ما كنتش عملت كده كان زمانه مرمي في السجن. يا عبد الله يا رب هموت أشوفه مرة واحدة بس. الحمد لله. اللهم لك الحمد. شفت بقى يا عم أهو ربك اللي حلها، المعلم صابر سامح في حقه، وإن كان على الشغل الحل عندنا. أنا جاهز، إيدي على كتفك. هتشتغل معايا. اشتغل معاك في ايه؟ ايه اللي هتشتغل معايا فيه؟ هتشتغل معايا على التوك توك وانا مش قد المقام ولا ايه؟ لا يا حسن، هو هقاسمك في رزقك يعني؟ لا اله الا الله، حد يقول كده يا عبد الله؟ يا عم الرزق لا بتاعي ولا بتاعك، ربنا بس بيجعلنا اسباب لبعض، لكن في النهايه الرزق ده بتاع اللي خلقك. الله يكرمك يا حسن يا رب. والله يا ابني عبد الله لو له اخ ما كان هيعمل معاها اكتر من اللي انت بتعمله. والنبي يا ام عبد الله يا تقولي كلمه حلوه ما تقوليش خالص. عبد الله ده اخويا، اقسم بالله اخويا. طب والله يا حسن عبد الله على طول بيشكر فيك. يا لهوي نسيت الشاي على النار. هي دايما تنسى الشاي على النار. ايوه كده، فك يا عم. مالك يا حسن يا ابني منكد كده ليه؟ مش عوايدك، ده انت على طول دمك خفيف كده وبتهزر. لا لا مفيش يمه. بقول لك ايه يا حسن، هو انت في حاجه يعني حصلت بينك وبين عبد الله؟ لا ليه؟ لا بسأل عادي، بس اصله مش ظاهر يعني اديله مده. لا اصل الدنيا ملطشه معاه على الاخر، عارفه يا ام عبد الله ده بحس ان الدنيا واخده له اجازه عشان ما تفرحوش. ليه يا ابني خير؟ حصل ايه؟ مشاكل نازله عليه من كل حته، دب دب دب. يا ساتر، اخرها النهارده الصبح ولاد الحرام ولعوا له في التوك توك بتاعه. اه والله العظيم زي ما بقول لك كده، بس الحمد لله الحوار ده اتحل وخلاص، صاحب التوك توك قال لك يعني ما قبلش العوض والكلام ده. المشكله بقى الاكبر ان صاحب الشقه عايز يطرده هو واخواته وامه في الشارع، والقصه داخل فيها فلوس وايجار، والواد ما حلتوش. يعني يا ابني دي ملطشه صحيح على الاخر قوي ياما قوي، ما اقولكيش. والواد قلب ابيض بافته وجدع وصاحب صاحبه، وانا مفيش في ايدي حاجه اعملها له، مفيش غير ان انا قلت له يعني ان انا وهو نشتغل على التوك توك بتاعي ورزقه على الله. طب ما ده حل كويس يا حسن، وربنا يقف معاك ويساعدكم انتوا الاثنين يا رب. طب انا عندي فكره حلوه قوي. قولي. ايه رايكم لو نجيبه هو واهله ونسكنهم في شقه خالي؟ ايوه يا نواره، بس خالك مسافر يا بنتي وممكن يرجع في اي وقت. يما خالي مهاجر والشقه كده كده مقفوله، وبعدين يعني الحل ده هيبقى مؤقت لحد ما يلاقوا مطرح تاني. يعني يرضيكوا الشقه تبقى مقفوله ومطربه وعبد الله واهله يترموا في الشارع؟ انت شايفه كده؟ انا اصلا مش شايفه غير كده. هاي يما قلتي ايه؟ يلا يا بنتي على البركه. نعم. عبد الله موجود عروسه؟ عبد الله، يا عبد الله كلم. هو انت؟ ايه هو انت هتسيبني واقف كتير كده على الباب ولا ايه يا عبد الله؟ عايز ايه؟ لا كل خير حبيبي، خش يلا خش يلا، حط الحاجات دي جوه، خش بسرعه يلا، اطلع استناني تحت يلا، خش يلا استناني بسرعه. وايه الحاجات اللي انت جايبها دي؟ ده حاجات كلها خير عشان تعرف بس يعني ان انا نيتي خير ان شاء الله. خش جوه. الله 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 الله، ليه كده قلبك اسود كده يا عبد الله؟ وانا هخليه ابيض ليه وانا ما شفتش منك غير كل شر؟ شر؟ انت لسه حاطط الموضوع ده في دماغك؟ طب عليا الطلاق بالثلاثه يا عبد الله، انا مالي علاقه بحكايه التوك توك بتاعك ده خالص، ومستعد يا سيدي اشيله، هدفع فلوسه كلها بثلاث عجلاته. بص يا معلم، أنا عايزك توفر فلوسك وسيبك من الشويتين دول، انا مش هغير شهادتي. يا راجل شهاده ايه؟ وانا جاي لك عشان موضوع الشهاده؟ طب ايه رايك ما تشهدش في اي حاجه؟ انا جاي لك في موضوع تاني خالص. موضوع ايه؟ هنا؟ هنا. انا جاي طالب ايد اختك ناديه. ناديه؟ هحننها يا عبد الله، هسعدها، هكايلها دهب، وانت ساعدها يا عبد، هتبقى رئيس الموقف كله، والكلمه هتبقى كلمتك انت، والفلوس هتجري في ايدك، وهتبقى عايش عيشه بهواتي. قلت ايه؟ بص يا معلم، احنا ما عندناش بنات للجواز. ده اخر كلام عندك؟ ها؟ وانا قلت حاجه؟ ده لسه الكلام كتير. ماشي يا عبد الله، ماشي. مالك بس يا سلطان؟ تلاقي ده بعت له حاجه جديده. التارية يا ضاح، التارية ما ناقصاه. بقى واد عيل زي ده يرفض المعلم سلطان؟ انت لسه مركز في الحوار ده؟ انا مش عارف اصلا انت ايه اللي خلاك تطلب ايدها. كنت عايز احرق قلب هنداوي، كنت عايز افرقعها عقليه فرقع من الغيظ. كنت اتجوزت بنت صغيره احلى من جواهر وغوايش، وبنت صغيره ومقطقطه وحلوه. وتثبت انك لسه موجود على الساحه ولسه مرغوب فيك. الله ينور عليك يا حماد، فهمت بقى دماغي رايحه فين يا حماد؟ طب كويس بقى ان انت اترفضت يا اخويا. قصدك ايه يا ضاحك؟ قصدك ايه؟ لا ما قصديش يا معلم سلطان، كمل. وبعدين يا حماد، وبعدين انا لو كنت اتجوزت البت دي عبد الله، وانا هنبقى زي السمنه على العسل، هنبقى انا سايب، ممكن اغير دماغه بقى للشهاده، وبكده يبقى ضربت عصفورين بحجر واحد. طب بقول لك يا سلطان اخويا، ما تمخمخ له كده في دخله تاني غير الجواز. اهدى ضاحي، هو لسه شاف مني؟ طول ما هو طبال وانا زمار مسير الموالد تجمعنا.